إذا تفضل الطريقة الأخرى. طريق أخرى؟ نعم، في دعوة غير المسلمين، في غير الدعوة لغير المسلمين. أحيانا أجمعهم في صعيد واحد في مكان، نعم، مثل هذا، نعم. ثم أسألهم أسئلة، نعم، كيف لما تحب الإسلام؟ ماذا يكون بينك وبين الإسلام؟ لماذا لا تحب الإسلام؟ لماذا لا تحب الإسلام؟ نعم، اشرح لنا، ما الذي يجعلك لا تدخل في الإسلام؟ أيوة، نعم، يعني في مكان المعين، وهم يعني يعني يحبون إذا سألوا سئلوا المسلم عن دينه. لا، هم يريدوا يسأل المسلم عن دينه. نعم، هكذا. إذن أنا يعني يعني تسأل وتجيب. أيوة، ما شاء الله. أنا آتي بنفسي بالأسئلة عن الإسلام. أيوة، وتقول الإسلام. أيوة، دين الرحمة، دين العلم، دين الحق، الإسلام لا يأمر إلا بكل خير وكذا. نعم، الحمد لله. ووضح لهم يعني ربما 3 ساعات، 4 ساعات، ما شاء الله، 5 ساعات، لأن البعض يظن 5 دقائق خلاص تكفي. لا 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 لا، لا يكفي. الله المستعان. 5 ساعات، 4 ساعات، الحمد لله نجلس معهم ويسألون، والحمد لله، وأنا أوضح لهم وأشر لهم، الحمد لله. بعضهم يعني يدخلون في الدين، الحمد لله، الحمد لله، وبطريق القرآن وكتابهم. نعم، لأن كنت منهم. نعم، وكنت أقرأ كتابهم وعارف كتابهم. نعم، إذا قرأت كتابهم وأعرفهم الإسلام في كتابهم، يعني يكون سهلا لهم. ما شاء الله، هذا طريق. نعم، آخر. ما شاء الله.